مشاهدينا في ملفنا الثاني. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل لقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. اجتماع يعقب قمة جمعت في وقت سابق اليوم عباس بالملك الأردني عبد الله الثاني في مدينة العقبة. قليلة هي المعلومات التي خرجت حول طبيعة هذين الاجتماعين، كثيرة هي التكهنات حول الملفات التي تبحثها الأطراف الثلاثة، وعلى رأسها محاولة تنسيق المواقف العربية في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة. هل سيصير هذا التنسيق بشكل سلس الآن مع استئناف السلطة الفلسطينية العلاقة والتنسيق الأمني مع إسرائيل وإعادة سفيريها إلى الدولتين المتطبعتين الإمارات والبحرين؟ وهل ستبحث الاجتماعات الخطط المطروحة فيما يخص الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس؟ وما مصير المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر؟ كل هذا وأكثر سنناقشه لكن بعد التقرير. زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن ومصر في طياتها الكثير من الأهداف، خصوصاً وأنها أول زيارة له خارج الضفة الغربية منذ بداية جائحة الكورونا. جولة عباس تأتي في فترة ما بعد إعلان اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل، ومحاولة السلطة الفلسطينية إعارة العلاقات مع إسرائيل وسط أنباء عن تحولات في القدس وزيارات محتملة لسائحين من الإمارات والبحرين للمسجد الأقصى. وبعض المراقبين يرون أن أسباب هذه الزيارة تأتي في سياق المساعي لاستعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، خاصة وأن الفلسطينيين مستعدون للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة بايدن الجديدة، مع التركيز على أن التطبيع يجب أن لا يأتي على حساب الفلسطينيين. إعلان عودة العلاقات مع إسرائيل وإعادة السفيرين الفلسطينيين لكل من الإمارات والبحرين يوحي بأن السلطة الفلسطينية قد فهمت بأن عليها إعادة حساباتها لكي تكون جزءاً أساسياً من المشهد السياسي، وتصارع على مصالحها بدلاً من أن تكون خارجه وتندد بما يتم إنجازه بين دول المنطقة. ينضم إلينا في مناقشة هذا الملف عبر خدمة سكايب الخبير في شؤون الاستراتيجية السيد عمر الرداد، وعبر الخط الهاتفي من القاهرة ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية أستاذ هاني سليمان. أما من استوديو القدس فينضم إلينا الوزير الفلسطيني الأسبق السيد أشرف العجمي. ودعني أبدأ الحوار معك سيد أشرف، بداية ما الغاية من الاجتماع اليوم ولماذا الآن، لا سيما وأنه يأتي بعد استئناف التنسيق الأمني وإعادة السلطة إلى سفيريها في الإمارات والبحرين؟ يعني بدون شك هذا التوقيت مهم، أولا بعد يعني سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعني أيضا سقوط خطته أو ما تسمى صفقة القرن، وهذا عمليا يريح القيادة الفلسطينية من هم كبير ومشكلة أكبر، وبالتالي هناك إعادة تموضع وإعادة بناء لعلاقات وتحالفات جديدة في المنطقة. بالتأكيد التنسيق مع الأشقاء العرب هو موجود ومطلوب طوال الوقت بغض النظر عن المشكلات التي تواجه القضية الفلسطينية، ولكن الآن هناك حاجة للتنسيق للتعامل مع المستجد في الإدارة الأمريكية، وخاصة يعني وجود الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المتوقع يعني أن يستلم في شهر كانون الثاني القادم، وبالتالي هناك حاجة لتنسيق المواقف الفلسطينية العربية تمهيدا لهذا القادم الجديد لتوحيد الموقف وماذا يطلب وماذا نحتاج من الإدارة الأمريكية في المستقبل، وكيف يمكن أن تسير العملية السياسية في ظل وجود الرئيس بايدن، خاصة وأنه يعني يرفض خطة ترامب ويريد الذهاب نحو حل الدولتين على أساس خطوط عام 1967، ويريد إعادة العلاقة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير كما كانت في السابق. ربما لن تعود الخطوات التي قام بها ترامب في القدس واعترافه ونقل السفارة، ولكن على الأقل هناك بوابة جديدة تفتح أمام ربما عملية سياسية أو أمام تغير
سياسي في المنطقة بشكل إيجابي. نعم سيد عمر، سمعت ما قاله سيد أشرف وأريد أن ترد عليه. قال إن سقوط ترامب يعني سقوط خطته، يعني الأبواب مفتوحة، يعني وكأن هناك يعني ربما يوصف الكلام بأنه متفائل أكثر من اللزوم، ومن فتح قنوات مع الفلسطينيين وما إلى ذلك وإعادة الأمور إلى ما كانت. هل توافق الرأي؟ مساء الخير لك ولضيوفك وشكرا للسؤال. أعتقد الأخ أشرف ربما كونه يتحدث من المناطق المحتلة، أقصد من داخل فلسطين، من داخل الضفة الغربية، ربما نتيجة 4 سنوات مرت من الضغط الأمريكي ممثلا بترامب وصفقة القرن، زيارات كوشنير للمنطقة، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، كل هذا وفي إطار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين لا شك أنه يثير أجواء من التفاؤل في المنطقة، لكني لا أبالغ أقول تفاؤلا تاما، بل هو تفاؤل حذر حقيقة، ويجب أن نكون برأيي واقعيين إلى حد كبير جدا، إذ أن عملية السلام صحيح ستعود وبطرق مختلفة تتغير فيها بعض الشكليات التي ذهب إليها ترامب. يعني على سبيل المثال لن يتم إعادة السفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب نكاية بترامب، لكن ستكون هناك انفراجات حقيقية، انفراجات ربما تكون شكلية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير، الاعتراف بالسلطة الفلسطينية، لكن أريد أن أذكر بالإطار الاستراتيجي العام حقيقة، وهذا شيء مهم، أن ترى أن بايدن اليوم الاهتمامات الاستراتيجية الأمريكية تغيرت، وهو ذكر أكثر من مرة أنه ليس نسخة من أوباما، سيكمل خطوطه بالفعل، لأن هناك 4 سنوات جرت فيها متغيرات حادة. أعتقد اليوم أن هذه الاستراتيجية الأمريكية رغم أنها ستذهب إلى الشرق الأوسط بشكل أقل، إذ أن الأولويات ستذهب اتجاه الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وتطوير العلاقة معهم، على الصعيد الداخلي سيكون معالجة مشاكل كوفيد وتداعيات الأزمة الاقتصادية، لكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديدا سيكون العنوان المسألة الإيرانية بكل تفاصيلها وتشعباتها، وهو ما لن أذهب إلى الملف الإيراني بالتفاصيل، لكن الملف الإيراني بكل تشعباته سيكون هو عنوان الشرق الأوسط، لذا ستكون القضية الفلسطينية بمرتبة ثانية بعد هذا العنوان، وهي على اتصال وانفصال مع هذا العنوان. دعني أتحول إلى السيد هاني. قبل قليل حتى الرئيس الفلسطيني في مصر، وكان هناك له لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، وفي وقت لاحق سيكون له لقاء مع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، وأنت تعلم أن مصر هي راعية ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطيني، برأيك هل سيتم مناقشة هذا الملف مع باقي الملفات، وما مدى فرصه اليوم مع التعقيدات التي يشير لها المراقبون التي حصلت بعد عودة الجانب الفلسطيني إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي؟ يعني أعتقد أن يمكن الدور المصري لم ينقطع أبدا مع نظيره الفلسطيني، على اعتبار محورية القضية الفلسطينية في الداخل المصري وحتى مع تغير القيادات ظلت لها مكانتها، ويمكن المشاورات والتواصل مع الجانب الفلسطيني كان مستمر طوال الوقت، لكن أهمية هذه الزيارة تأتي اللي هي فعلا زي ما تفضلت في التقرير اللي هي بعد انقطاع فترات كبيرة نظرا لجائحة كورونا، وأيضا يمكن اللي هي بتتزامن مع تغيرات ومستجدات كما تفضل الضيف الكرام وتحدثوا من التغيير للساكن الجديد للبيت الأبيض جدًا، وغيرها من التغيرات الأخرى على صعيد الملفات الإقليمية ومنها التهديد الإيراني، وأيضًا إن هي بتيجي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي أعتقد إن هي بتحمل رسائل مختلفة وتتناول ملفات مختلفة، منها ترتيبات الملفات السياسية فيما يتعلق مع الجانب المصري، وأيضًا دراسة فرص القضية الفلسطينية وطرح الطروحات الجديدة فيما يتعلق بالإدارة الجديدة والوضع الإقليمي والدولي، ويمكن إحنا شاهدنا الفترة الأخيرة كان حديث عن فتح المعبر، وجود تنسيق فيما يتعلق مع الجانب المصري، فأعتقد إن يمكن
هناك فرصة وبريق أمل ويمكن تفاؤل حذر كما تحدث الضيف الكريم فيما يتعلق بفرصة أخرى للقضية الفلسطينية لإعادة النظر في الأوراق وترتيبها بتنسيق عربي وعدم البعد عن الجوار العربي والدول العربية، وأيضا لافتح مجال للمستقبل وانتظار ما ستسفر عنه الشهور القادمة فيما يتعلق بجو بايدن وإمكانية طرح حلول بديلة فيما يتعلق بالوضع القائم أو الصفقة التي فرضها ترامب. ويمكن يعني عديد من الدول تحت ضغط شديد والسلطة الفلسطينية. نعم، أعود إلى سيد أشرف. سيد أشرف، الآن الحديث هنا عن هذا الاجتماع الذي يأتي خلال أو شعور فلسطيني بانفراج ما، لكن بنفس الوقت هو يأتي بعد انطلاق قطار لن يعود أدراجه، ألا هو قطار التطبيع الذي حدث بمباركة أمريكية بما في ذلك مباركة بايدن. الآن إلى أين سوف تتوجه السلطة الفلسطينية في هذه اللقاءات وأيضا في الحديث عن التوصل إلى أرضية مشتركة؟ هي أعادت سفيرها إلى الإمارات والبحرين، لكن كيف سوف تتوصل مع هذه الدول أي المطبعة إلى أرضية مشتركة بعدما حصل هذا التطبيع وبعدما حصلت هذه التغيرات من أجل تنسيق المواقف مع بايدن؟ يعني للأسف التطبيع العربي تم مع إسرائيل على أرضية خطة ترامب، وبالتالي عندما تذهب هذه الخطة إلى سلة المهملات من طبيعة الأشياء أن يعني يتم إعادة النظر في طبيعة العلاقة العربية الإسرائيلية. ليس أن الدول العربية، لكن التطبيع لن يذهب إلى سلة المهملات علاقاتها. نعم، أنا أقول ليس معنى ذلك أن تعود الدول العربية عن تطبيعها مع إسرائيل وإقامة علاقات، بالعكس ستذهب إلى المدى الأبعد. ونحن نرى كل يوم هناك اتفاقات جديدة بين الدول العربية وإسرائيل، ولكن الآن هناك مجال للبحث في استثمار هذه العلاقات ربما في فتح آفاق أمام عملية سياسية ليس على أساس خطة ترامب، وإنما على أساس المبادرة العربية للسلام وعلى أساس المرجعيات الدولية للعملية السياسية. الفلسطينيون يعضون على الجراح ويواصلون. نحن لسنا في وضع يعني يجعلنا ندخل في قطيعة مع الدول العربية أو نتخاصم مع أشقائنا العرب حتى لو كنا يعني نختلف معهم حول بعض القضايا. نحن الآن في حاجة إلى لملمة الصفوف مع أشقائنا العرب وتوحيد المواقف والعودة جميعا للالتزام بالمبادرة العربية للسلام كأساس للتسوية السياسية في المنطقة، والالتزام العربي تجاه حتى الدول التي طبعت مع إسرائيل عليها أن تلتزم وتؤكد التزامها بهذه المبادرة وتسعى ما أمكنها من أجل أن تكون العملية السياسية القادمة إذا أتيح لها أن تبدأ فعلا أن تكون على أرضية المبادرة العربية السلام وليس أي مشروع بديل آخر. وهذا يشكل موقف إجماع عربي. نحن لا نعول كثيرا على أن بايدن سيأتي لنا بالحل، وهو لن يذهب إلى ما قام به باراك أوباما ولم ينجح، بالتالي بايدن حظوظه أقل من حظوظ باراك أوباما في النجاح في التوصل إلى تسوية. ولكن لا شك أن قبر خطة ترامب هذه مسألة مهمة للغاية، وعودة يعني المسلول إلى أو يعني العلاقة أو السير والسبيل إلى العلاقة التي كانت سابقا والمسار الذي كان سابقا، هذا يعني بدون شك مهم للغاية ويزيل خطر حقيقي على القضية الفلسطينية. ليس فقط شطب حل الدولتين، وإنما أن تقوم إسرائيل بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية من جانب واحد. عندما ينتهي هذا المشروع أو على الأقل يتم تجميده بشكل كامل في هذه المرحلة فهذا مهم، ولكن علينا أن نقوم بواجباتنا أيضا على المستوى الفلسطيني والعربي وأيضا تجاه المستوى الدولي. سيد عمر، في إطار الوقوف على التحليلات التي تقف وراء هذه الزيارة الفلسطينية إلى الأردن، هناك من يعتقد أن السلطة الفلسطينية هي من تسعى لتطمين الأردن وإظهار أنه ما زال هناك ثقة وتنسيق صح التعبير متبادل ما بين الجانبين، وسط الحديث أنه أنها نزلت من الشجرة إلى أحضان إسرائيل والمطبعين بالرجوع إلى التنسيق الأمني و
إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين؟ بالمناسبة وهذا تحليل وتقييم شخصي، لأول مرة عبر التاريخ السياسي الفلسطيني أشعر أن القيادة الفلسطينية ممثلة برئاسة محمود عباس، اليوم أصبح الفلسطينيون يلعبون سياسة ليست على قاعدة الرفض العدمي بل المناورة من خلال ما هو مطروح واستثمار الممكن من 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 المحيط والتطور السياسي. أعتقد اليوم ليست المسألة نزول عن الشجرة أو عدم نزول عن الشجرة، الأمور ليست هكذا. فيما يتعلق بزيارة محمود عباس اليوم إلى الشقيق الكبرى مصر وقبلها إلى عمان، أعتقد أن عباس يدرك أن الحلف الحقيقي والاستراتيجي له والبعد الاستراتيجي والعمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية يتمثل بالشقيق الكبرى مصر ثم بالأردن بصيغة ومستويات مختلفة ترتبط بالبعد التاريخي. مصر وقعت قبلنا ثم جاء الأردن. الجغرافيا وحكم الجغرافيا السياسية، نحن على حدود مع دولة إسرائيل بحدود 600 كيلو، أيضا جمهورية مصر العربية على حدود وضمن اتفاق سلام، بمعنى أنه أراد أن ينسق مع هذا العمق وهاتان الركيزتان اللتان تشكلان دافع للقضية الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية تحديدا. اليوم الأردن لها مصلحة حقيقة خلال الأربع سنوات التي مضت وخاصة بالسنوات الأخيرة. أعتقد أن القيادة الأردنية مع القيادة المصرية كانت بوضع حرج وإن كانت تقف إلى جانب السلطة الفلسطينية. دور مصر اقتصر إلى حد كبير جدا على فض الاشتباكات عبر الهدن التي تحدث بين حماس، بمعنى أنه الملف كان باتجاه غزة بالدرجة الأولى وفض الاشتباكات وإقامة الهدن بين غزة وإسرائيل عبر السنوات الماضية أو عبر الفترة الأخيرة بما فيها فترة ترامب. اليوم هذا التنسيق الفلسطيني أعتقد للطرفين المصري والأردني وللسلطة الفلسطينية هناك مصلحة لإعداد خطة مشتركة وتماسك بالمواقف كما تفضل الضيوف الأكارم قبل قليل، خطة تتضمن تحقيق الحد الأدنى من المطالب التي تحقق للشعب الفلسطيني مبدأ حق تقدير المصير ومبدأ الدولة. الآن بلا أدنى شك غياب فريق ترامب جيمبرلات وكوشنير وغيرهم الحقيقة يعني بلا أدنى شك ستكون هناك تغيرات، لا أقول عميقة لكن تغيرات ستكون تغيرات واضحة، بمعنى أنها قد تذهب إلى وقف الاستيطان، قد تذهب إلى التعامل الإنساني مع الشعب الفلسطيني، قد تذهب إلى الإفراج عن مخصصات السلطة الفلسطينية والحد من الأزمة المالية الموجودة. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار أن مرجعيات الاستراتيجية للتطبيع الإماراتي البحريني وسيتبع بلا أدنى شك لاحقا عاجلا أم آجلا السعودي والمغربي بعد أن تبعه السوداني، هذا التنسيق بالنسبة للخليج هذا التطبيع الجديد له مرجعياته المرتبطة بما هو أكبر من قضية ترامب، إذ كان أعتقد تحذيرا لما ستؤول إليه الأوضاع، إذ أننا ذاهبون عاجلا أم آجلا أيضا كما قلت في الجزء الأول من هذه المقابلة ذاهبون إلى اتفاقية كبرى بين الولايات المتحدة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة مع إيران. دعنا من هذا الخطاب التصعيدي الذي تصدره إيران اليوم. ستذبح سيد عمر، هل تسمعني؟ نعم الكثير من التفاصيل سوف نعود إليك، اسمح لي بأن أعطي الفرصة للسيد هاني. سيد هاني، نذكر بأن هذا اللقاء الذي جرى اليوم، هذا اللقاء المزدوج يأتي بعد قرابة أسبوع ونصف من لقاء أردني إماراتي حدث في نفس اليوم الذي كان فيه لقاء بحريني إسرائيلي في القدس. هل الحديث عن إعادة تنسيق وتقريب الدول المطبعة مع الجهات التي كانت متحفظة حيال التطبيع والحديث هنا عن الأردن والسلطة الفلسطينية تتوسط فيه الأردن ومصر من أجل تسير الحياة اليومية للفلسطينيين من أمور أمنية ومالية وغيرها؟ يعني في رأيي أن الدول العربية وفي مقدمتها مصر بذلوا الكثير من الجهد وهم مستعدين على استكمال هذا الجهد مرة أخرى
للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وليس من باب التفضل أو التكرم، ولكنه يمكن نابع من اعتبارات يمكن قومية واعتبارات جوار والعروبة، وكأنه واجب على الدول العربية. فبالتالي أنا شايف بتطبيع أو اضطرار بعض الدول مثل الإمارات أو البحرين لخيار التطبيع مع إسرائيل، أعتقد أنه هو لا يعني القطيعة التامة مع السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية، وأعتقد أنه هناك مساحات كبيرة التوافق والتنسيق والدعم للقضية الفلسطينية. وقد يكون يمكن موقف بعض الدول مختلف تماما عن موقف مصر أو الأردن التي دخلت في حروب مباشرة مع إسرائيل، وبالتالي هذه الدول الوضع مختلف لديها تماما، لديها حسابات أخرى، أو قد تكون ربما وتحدثت في ذلك مسبقا يكون لها وجهة نظر مختلفة تماما عن أن يمكن السير في مسارين، يعني جانب يتعلق بالتطبيع وأقامة علاقات ربما يكون ضغط لإيجاد حل وتسوية، خصوصا في ظروف في يمكن الأزمة السياسية الداخلية بين الفرقاء الفلسطينيين حماس وفتح، ويمكن فشل المحاولات المتتابعة للمصالحة وغيره، ألا وعلى يمكن وجود أولوية لبعض القضايا الأخرى مهددة للمنطقة، وبالتالي وجود رغبة في تحالفات جديدة، ومنها التهديد الإيراني أو التهديد التدخل التركي في الشؤون العربية، وبعض القضايا مثل الإرهاب وغيره. فبالتالي تراجعت ربما، ليست انتهت، ولكن هناك أولويات ملحة يمكن باعتبار المستجدات وفترة ما بعد 2011 أو غيره. كل هذه الأمور يمكن ألقت بظلالها. يعني أنا شايف أن مصر والأردن ربما يقوموا بدور كبير في تقريب وجهات النظر، وأعتقد أن يمكن الإمارات والبحرين منفتحين على السلطة ولا يحتاجوا بالحديث يعني سيد هنا، هل تعتقد بأن كلمة تقريب وجهات النظر ربما تكون دبلوماسية أكثر من اللزوم، ولا يكون الحديث هنا عن لربما تنازل فلسطيني مقابل تغير الخريطة في المنطقة بما يشمل وجود هذا التحالف الذي تحدثت عنه قبل قليل، التحالف الجديد؟ يعني هو يمكن السلطة الفلسطينية يمكن لديها العديد من الأسباب لعدم التخلي عن الدول العربية أو الدخول في صدام معها، ويمكن خطوة إعادة السفراء يمكن خطوة إيجابية أعتقد أن سيتم البناء عليها. يمكن أعتقد أن هناك يمكن مساحة من التوافق، وربما يكون تفاهم الموقف الإماراتي والبحريني، ويمكن وصول جو بايدن للسلطة أعتقد أنه قد يكون مؤشر ومساحة لعودة الأمل مرة أخرى، وبالتالي ده يحتاج من السلطة الفلسطينية العودة للحضن العربي والإمارات والبحرين لدورهم، وربما يكون هناك تغيير استراتيجي أو تكتيكي في المستقبل القريب. لا أحد يعلم ماذا تسفر عنه الأوضاع في الفترة القادمة. دعني أنتقل إلى ضيفي أستاذ أشرف. قبل قليل ضيفي من عمان تحدث عن المناورة الفلسطينية وتنازل الجانب الفلسطيني عن الرفض الدائم في أي حل لموضوع القضية الفلسطينية. برأيك هل هذا التنازل اليوم، لأن السلطة الفلسطينية وجدت نفسها مضطرة على التعامل مع مطالب الشعب من توفير رواتب وغيرها بالعودة إلى سياسة الليونة في الأخذ والعطاء في هذه القضايا؟ دكتور أشرف، يعني بالتأكيد القيادة الفلسطينية تريد في كل الأحوال الالتزام العربي بالمبادرة العربية للسلام، والدول العربية التي ذهبت للتطبيع قالت أنها ملتزمة بالمبادرة العربية للسلام، ولو أن الأمور يعني خرجت بقلب الأولويات أن التطبيع قبل الانسحاب. ولكن ما يهم القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة هو الحفاظ على كل أوراق القوة، لم تتنازل عن شيء، هي لم تتنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لكن غيرت سياسة الرفض الدائم. هذا تكتيك، هذا تكتيك. هو لم تكن هناك عملية رفض دائم في الواقع. القيادة الفلسطينية منذ عام 1974 وحتى اليوم وهي تذهب المرة تلو الأخرى باتجاه يعني مواقف أكثر مرونة ومحاولة لتذليل كل العقبات لإنجاز العمليات السياسية المختلفة التي كنا فيها والمفاوضات المتفرعة والمنبثقة عن أكثر من يعني إطار دولي. ولكن في كل الأحوال السبب الذي منع الاتفاقات هو لا يستعنة القيادة الفلسطينية بقدر ما هو أنه لا يوجد شريك في الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل حتى الآن لم تقر بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 بشكل رسمي.
حتى في كل عمليات المفاوضات التي تمت. بالتالي الفلسطينيون لم يغيروا موقفهم، وإنما لم يذهبوا بعيدا باتجاه قطيعة كاملة مع الدول العربية المطبعة، لكن أبدوا نوايا حسنة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن حتى دون الاستماع إلى خطته الجديدة بالنسبة لحل القضية الفلسطينية. ويعني محاولة للتمهيد لدخول الإدارة الأمريكية إلى سدة الحكم ومعالجة كافة الملفات بما فيها ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن هو أيضا ترتيب الأوراق على المستوى العربي، يعني كما نحن بحاجة إلى ترتيب الأوراق على المستوى الفلسطيني الداخلي وإنجاز المصالحة الوطنية باعتبار هذا واجب بيتي يجب أن يعني يتم وينجز بأسرع وقت ممكن، مثلما يعني يتم ترتيب الأوراق العربية استعدادا لدخول بايدن. من القدس أشرف الأعجمي يعني الوزير الفلسطيني السابق، شكرا جزيلا لك، وشكرا ووصول للخبير في الشؤون الاستراتيجية من عمان عمر الرداد، ومن القاهرة الخبير في العلاقات الدولية هاني سليمان، شكرا لكم جزيلا. والآن أترككم مع المناظرة اليومية وزميل بشار صغير. شكرا.